عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه. إذا أراد المسلم الدعاء فهل يكون متجها إلى القبلة أم إلى القبر؟ نعم، يقول: بعد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، هل يجوز يقول الدعاء مستقبل القبر أم لا بد من استقبال؟ لا يجوز الدعاء مستقبل القبر، استقبل القبلة، ينصرف عن القبر ويستقبل القبلة ويدعو بعيدا عن القبر حتى ما يكون قريب من القبر سدا للذريعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المسجد النبوي واسع والحمد لله. نعم.